مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشرة من العاصمة الإسماعيلية مدينة مكناس في هذا اللوحة الفنية من إبداع الخالق. خليكم مع آخر حصيلة اللي أعلنت عليها وزارة الصحة قبل قليل، أعلنت على تسجيل أو ظهور 1517 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، وحصيلة ديال وفيات وصلت 36 حالة وفاة بالمملكة المغربية. شوف تي في، أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الأحد عن ظهور 1517 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية، وارتفع عدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية ل 432,079 حالة في المغرب. إذن ووفق المصدر مشاهدي قناة شوف تي في، ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة بعد الحصول على النتائج السلبية تهم التحاليل المختبرية بلغت 3,962,000 حالة و751 على المستوى الوطني منذ بداية انتشار الفيروس. وأفادت المعطيات الرسمية بأن بنفس الساعة عرفت 36 حالة وفاة جديدة، وصل عدد ضحايا فيروس كورونا في المملكة المغربية 7,240 حالة. والله يشافيهم، عفوا، الله يرحمهم ويغفر لهم ويجعلهم من أهل الجنة يا رب العالمين. كذلك تم التأكد من شفاء، بالمقابل تم التأكد من شفاء 1965 حالة إضافية. الحمد لله كنشوفوا أنه كاين دائما، كنشوفوا واخا كاين ارتفاع في عدد الحالات، بالمقابل كنلقاو عدد الحالات اللي تعاجوا واللي تشافوا، يعني أرقام مهمة جدا. عدد الحالات اللي تشافوا خلال 24 ساعة وصلت 1965 حالة شفاء جديدة، وارتفع بهذا الرقم العدد الإجمالي للمتعافين أو للتعافي إلى حدود الساعة 398,000 حالة و60. لهذا تهيب وزارة الصحة كل المواطنين والمواطنات الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية وانخراط في التدابير الاحترازية اللي أعلنت عليها كل السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية. إذا مشاهدي قناة شوف تي في، كيفما شفتوا معنا الآن تم تسجيل أو ظهور 1517 حالة جديدة، وعدد الوفيات في المملكة المغربية اليوم سجلت 36 حالة وفاة. بهذا المناسبة، بهذا الخبر الأليم، غادي نقدموا أحر تعازي للأسر وضحايا فيروس كورونا، اللي نتمنوا من الله العلي القدير أنه يشافيهم ويعافيهم، واللي كنتمنى يشافي ويعافي المرضى. وبالنسبة للضحايا نتمنوا من الله يرحمهم ويصبرهم. ف 7,240 أسرة فقدت شخص عزيز عليها بسبب هذا الوباء اللعين، بسبب فيروس كورونا. نتمنى من الله يرفع لنا هذا الوباء في القريب العاجل وترجع المياه لمجاريها. فحقيقة كنتمنى هذه السنة اللي هي سنة 2021 تكون حياة سنة جديدة، انطلاقة جديدة لنا وللأمة الإسلامية والبشرية جميعا يا رب العالمين. الله يرفع لنا هذا الوباء يا رب العالمين، ونتمنى لكم بداية سنة موفقة، ونتمنى حياة جديدة وانطلاقة جديدة وموسم جديد إن شاء الله علينا وليكم، وسنة جديدة علينا وليكم جميعا. بالنسبة لكل من سمير غامدي اللي قال ستي فيه، شكون اللي عطاك هاد الأرقام؟ هي أرقام يعني اللي أعلنت عليها وزارة الصحة قبل قليل. إذا اللي ذكرت أو لا، اللي خرج في البلاغ قبل قليل لوزارة الصحة أنه تم ظهور 1517 حالة مؤكدة جديدة فيروس كورونا، وبالمقابل كاين 1965 حالة اللي تعالجات من هذا الفيروس والحمد لله على سلامتهم. أما بالنسبة لمدينة مكناس فالحمد لله كاين، فبالنسبة لمدينة مكناس الحمد لله إلى خلال هذه 24 ساعة سجلت صفر حالة بالعاصمة الإسماعيلية، صفر حالة وفاة، اللي نتمنى أن نحتفي جميعا صفر حالة إصابة، صفر حالة إصابة. فكيف مشتوا معنا صفر حالة وفاة اللي سجلتها العاصمة الإسماعيلية اليوم، كنتمنى أنها تمدد على
وحنا على قولة الله أكبر في هذه الأثناء أذان المغرب كنتمناو يعني كلامنا يوصل الله سبحانه وتعالى ويرفع لنا هذا الوباء وترجع المياه لمجاريها. فحنا كنشوفوا أننا باقين إلى حدود الساعة كنخلصوا الضريبة ديال هذا الفيروس، فكنشوفوا شحال من أسرة رزقها كيوقف بسبب هذا الفيروس، خصوصا مع هذا عودة الحجر الصحي اللي 8 كتلقى جميع المحلات التجارية كيشدوا، جميع السويقات كيشدوا، جميع المقاهي كيشدوا، مع العلم أن 8 هو فين كيترزقوا الله، فين كيتماشوا، فين كيساليوا الناس الخدمة، فين كيساليوا الناس القراية، وكيبغيو انهم يرتاحوا. لكن للاسف كنشوفوا هذا القطاع هذا او هذه القطاعات هذو اللي ضروا خصوصا في هذه الجائحه ديال كورونا، اللي كنتمنوا من الله العلي القدير انه يرفع لنا هذا الوباء في القريب بل عاجل. مشاهدي قناه شوف تي في، خليكم مع اذان المغرب اللي كنتمنوه يكون في الخير لنا، وحنايا كندعيو ربي يرفع لنا هذا الوباء حتى كنسمعوا اذان المغرب.